بعدما خالفت كافة السيناريوهات المطروحة على الساحة فيما يتعلق بمسألة توجيه الرد على إسرائيل بعد إنهاء حياة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على أراضيها وتعهدها برد الحاسم في توقيت مناسب، بدأت الكثير من التحليلات تتحدث عن السبب الحقيقي وراء تأخر الرد الإيراني المحتمل على الأراضي المحتلة بعد استهداف هنية في وقت سابق بصاروخ موجه لجسده في مقر إقامته بمبنى المحاربين القدامى شمالي العاصمة الإيرانية طهران. في الوقت الذي تتحدث فيه بعض الأقلام والأبواق الإعلامية عن مفاوضات خلف الأبواب المغلقة تتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء حالة الصخب العسكرية التي نشبت جراء الهجوم الفلسطيني في 7 من أكتوبر تشرين الأول الماضي وتخللها الكثير من الاختراقات من تهجير الأهل قطاع غزة واستهداف العديد من القيادات لحركة حماس، بدأت بالسيد يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة خلفا لهنية ثم استهداف محمد الضيف وحتى إنهاء حياة إسماعيل هنية في طهران. فيا ترى هل هناك صفقة تعقد في الخفاء قد تحول دون الرد الإيراني المحتمل على إسرائيل؟ أكدت الولايات المتحدة أنها تتوقع أن تسير المحادثات غير المباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل كما هو مقرر لها في العاصمة القطرية الدوحة، كما أشارت إلى أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لا يزال ممكنا رغم الحديث عن رد إيراني محتمل على إنهاء حياة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية. يأتي هذا الإعلان في وقت حرج، حيث كانت الدعوات قد تصاعدت الأسبوع الماضي من قادة قطر ومصر والولايات المتحدة لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والمقرر انعقادها يوم 15 من أغسطس آب في الدوحة أو العاصمة المصرية القاهرة. في خضم هذه التطورات تلوح في الأفق تهديدات من إيران بالرد القاسي على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران نهاية الشهر الماضي، وقد تزامن ذلك مع زيادة استعدادات إسرائيل العسكرية والأمنية تحسبا لأي هجوم إيراني محتمل في وقت تسعى فيه إسرائيل أيضا لحشد الدعم من الدول الأوروبية والولايات المتحدة. ومع اقتراب موعد مفاوضات وقف إطلاق النار صرح 3 مسؤولين إيرانيين بأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة هو الشرط الوحيد الذي قد يمنع إيران من الرد المباشر على إسرائيل. يأتي هذا في ظل تساؤلات حول ما إذا كانت إيران ستنتظر نتائج هذه الجولة من المفاوضات لتحديد مستوى ردها على اغتيال هنية، أو إذا كانت ستكتفي بوقف إطلاق نار في غزة كمرحلة جديدة نحو تهدئة الصراع مع إسرائيل. تشير الأوضاع الحالية إلى أن القرار الإيراني بشأن الرد قد يتأثر بشكل كبير بالنتائج التي تسفر عنها المفاوضات المقبلة، مما يجعل التطورات في الدوحة ذات أهمية استراتيجية كبرى في تحديد مسار الأزمة. إيران تؤكد أن ردها العسكري لا يرتبط بمفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. في تطور لافت أكدت إيران أن ردها العسكري المرتقب لا يتصل بمفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل المقرر إجراؤها في العاصمة القطرية الدوحة، وأوضحت مصادر إيرانية أخرى أن هذه المفاوضات التي تأتي ضمن سلسلة من الجولات السابقة لا تؤثر على قرار إيران بشأن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي وقع على الأراضي الإيرانية. وفي هذا السياق أشار السفير الإيراني السابق في الأردن ولبنان أحمد دستمالجيان إلى عدم وجود أي علاقة بين الرد الإيراني العسكري ومفاوضات وقف إطلاق نار في غزة، وبين دستمالجيان أن إيران تأمل أن تسفر قمة الدوحة عن نتائج إيجابية تخدم مصالح الشعب الفلسطيني وتساهم في إنهاء النزاع في قطاع غزة، وأضاف أن إيران تعتبر أن الرد العسكري هو مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية وكرامة البلاد وكذا اختراق حدودها وليس له علاقة مباشرة بمسار المحادثات الحالية، كما شدد على أن القمة المرتقبة في الدوحة تأتي كجزء من جهود دولية ومحلية مستمرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بينما تسعى إيران إلى تأكيد موقفها الثابت تجاه الاعتداءات التي تعرضت لها. الأكثر دهشة في هذا السياق هو ما أكده السفير الإيراني السابق في عاصمتين عربيتين أن إيران لا تريد أن تفوت الفرصة على أهل القطاع في التمتع بوقف إطلاق النار، لذا تتريث في ردها الحاسم على مسألة سيادتها الوطنية واختراق أراضيها بالشكل الشديد للأسف الذي حدث، لكن الرد النهائي سيكون حسب توقيت طهران نفسها دون أن يتدخل في الرد أي من أطراف النزاع مع إسرائيل، فالمواجهة بين إيران وإسرائيل منفصلة تماما عن كل الذي يدور في الوقت الحالي. أما السفير الإيراني السابق في بريطانيا جلال ساداتيان يشير إلى أن تأخير رد إيران لا يرتبط بالمفاوضات المقرر إجراؤها غدا الخميس بين حركة حماس وإسرائيل، ويعزي ساداتيان هذا التأخير إلى استمرار طهران في جمع الوثائق والأدلة التي تثبت مسؤولية إسرائيل عن اغتيال إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية، مؤكدا أن تل أبيب تتعمد التصعيد في غزة أماكن أخرى بهدف حشد دعم حلفائها الغربيين وافتعال أزمات جديدة لتغطية جرائمها في القطاع. كما
أشار ساداتيان إلى أن الولايات المتحدة في سياق سعيها لتجنب تصعيد إضافية تسعى إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. ويعتقد ساداتيان أن واشنطن تعتبر أي تصعيد في الشرق الأوسط سيعزز من موقف الروسي ويضر بالمصالح الأوكرانية في الحرب المستمرة منذ سنوات. ذلك هو السيناريو الأكثر قربا للواقع في الوقت الحالي والذي يتوافق عليه غالبية الخبراء والمحللين. وإن عز البعض سبب التأخير في الرد يعود إلى الفجوة الكبيرة بين الرد الإيراني المحتمل وقدرة الإسرائيلية على تحمله دون التسبب في نشوب حرب إقليمية واسعة، وهي الفجوة التي تأمل الولايات المتحدة في تقليصها وتعمل على ذلك من خلال جهود دبلوماسية مكثفة بهدف الوصول إلى توسوية توازن بين مصالح الأطراف المختلفة وتجنب المزيد من التصعيد، وما بين الحديث عن حتمية الرد الإيراني على اختراق أراضيها واستهداف ضيوفها، وكذلك الرغبة في الوصول إلى تسوية أكثر خيرا وفائدة على أهل قطاع غزة من رد لن يزيد الأمور إلا سخونة وزيادة في التوترات. يبقى الرد الإيراني غامضا غير واضح المعالم، فلا يعرف أحد حتى هذه اللحظة وحتى داخل دوائر اتخاذ القرار في البيت الإيراني هل سيكون هناك رد عسكري بالفعل أم أن الأمور ستنتهي إلى ما هدوء مفاجئ.